ولدى تطرقه إلى الزيارة الأخيرة لستيفان دي ميستورا، أكد سيداتي أن المبعوث الخاص للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية أبدى استياءه للركود الذي يشهده الملف بسبب ما سماها سلوكية المخزن ومحاولته عرقلة التوصل إلى حل عادل للقضية الصحراوية. السيد دي ميستورا أولا تعرض إلى جانب زيارته، تقدم بمقترحات بهدف أن يتقدم الملف، ولا شك أنه يعبر نوعا ما عن بعض من الاستياء لعدم تقدم الملف، وهذا يرجع بالأساس إلى تصرفات المغرب، إلى سلوكات المغرب اللي يحاول يعني منع أي لأن تكون له أي مساهمة، بل العكس، وإنما محاولة تقويض حق الشعب الصحراوي، محاولة عرقلة مسار الأمم المتحدة، مسألة تحريف الأمم المتحدة.